جزاكم الله خيرا. سمعت أن المرأة يوم الجمعة تصلي صلاة الظهر بعد أن يخرج الرجال من المسجد، فهل هذا صحيح وما دليلك؟ المرأة تصلي الظهر وغير الظهر، تصلي إذا دخل الوقت، إذا دخل وقت الصلاة فإنها تصلي ولا ترتبط بصلاة الرجال، فإنما تصلي إذا دخل الوقت سواء صلت قبل الرجال أو مع الرجال أو بعدهم. جزاكم الله خيرا. المهم أن تبادر بالصلاة. بارك الله فيكم. لا أدري لماذا خصص الجمعة بالذات الصلاة، للجمعة ولا غيرها، إذا دخل الوقت فإنها تصلي سواء وافقت صلاة الرجال أو تقدمت أو تأخرت عنها. جزاكم الله خيرا. ما رأيكم إذا كان بعض الأئمة يصلي مبكرا، حينئذ بما تقتضي المرأة، بهذا المسجد أو بدخول الوقت؟ المرأة تصلي إذا دخل الوقت لما يصلي. طيب، وتقديم صلاة الجمعة على الوقت فيه خلاف الجمهور على أنه لا يجوز ولا تصح صلاة، وهو الراجح. الراجح أن الجمعة في غيرها من الفرائض، أن الجمعة مثل الظهر لا تصلى إلا بعد زوال الشمس، هذا هو الصحيح. إذا تنصحون أخواننا الأئمة الذين يقدمون صلاة الجمعة عن وقت الظهر، تنصحونهم بالعودة إلى الطريق الصحيح؟ نعم، هذا أمر واجب، وقد صدر في هذا قرار من هيئة كبار العلماء، لأن الجمعة الصحيح أن وقتها لا يدخل إلا بدخول وقت الظهر وهو زوال الشمس، الذين يصلون قبل زوال الشمس يكونون قد عرضوا أنفسهم للخطأ. جزاكم الله خيرا.